حالة من التوتر والاستغراب شهدها اليوم المجلس الوطني التأسيسي إثر الإعلان عن رفض مصطفى الفلالي تولي منصب رئيس الحكومة المقبلة. وقد أشار في هذا الصدد نواب حركة جبهة الإنقاذ إلى إمكانية التوافق على أسماء أخرى، بينما أكد نواب حركة النهضة على تمسكهم بأحمد المستيري رئيسا للحكومة. هذا وكان مقر المجلس قد شهد وقفة احتجاجية لعدد من المواطنين الذين طالبوا بالإسراع بتفعيل قانون تحسين الثورة في الوقت الذي انطلقت فيه مناقشة فصول القانون، الذي أكد وزير العدالة الانتقالية سمير ديلو أن قانون تحسين الثورة لم يقع إدراجه ضمن هذا المشروع. وقفة احتجاجية ثانية لعدد من المواطنين ومن الجمعيات التنموية شهدها مقر المجلس الوطني التأسيسي اليوم، وذلك للتنديد بعدم تمكين الجمعيات من الدعم والتمويل الضروري منذ أشهر وفقا للمرسوم 117 حسب المحتجين. اعتبرت مكونات المجتمع المدني والسياسي ببن عروس أن التعيينات الأخيرة على رأس النيابات الخصوصية بكل من الزهراء وحمام لنف وحمام الشط ومرناق ما هي إلا انقلاب على التوافقات التي تمت، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر جريدة الموقف. وقد استنكر المشاركون في الندوة هذا الإجراء مشيرين إلى إمكانية التجائهم إلى الشارع في صورة لم تنصفهم المحكمة الإدارية. في جامعة منوبة وفي إطار الدورة الثانية لجائزة أكاديميا لحرية الإعلام، تم اليوم تكريم عدد من الصحفيين وتقديم جوائز عدة، أبرزها جائزة أحسن صحفي استقصائي وأحسن برنامج حواري إذاعي والتلفزي. وفي قفصة تعيش معتمدية المتلوي منذ البارحة تحركا احتجاجيا للأهالي الذين يطالبون بتصنيف الجهة كولاية منجمية تضم جميع معتمديات الحوض المنجمي. التحرك الذي أشرفت عليه حركة شباب الحوض المنجمي نظمت اليوم مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر البلدية وصولا إلى ساحة الشهداء. ونختم بحملة لفائدة مستعملي الطريق بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية بجابس، تضمنت فحوصات طبية وخيمات توعوية للتذكير بمخاطر السرعة والسياقة المتهورة.